مساء الخير، معاكم دكتور ويك. بناء على الكوميونتي سكشن الموجود في القناة عندي، الاقتراحات ولما بحط حاجة يمكن في بعض الأوقات بطلب من الناس رأيهم. 90% من الشباب المشتركين في قناتي ناس فاهمة ووعية وعارفة كويس قوي هي بتسمع ايه وبتقول رأيها بحرية في الكومنتس، وده اللي بيعجبني في قناتي وبيعجبني المستمعين للقناة. وطبعا في 10% اللي بيهبد على الكيبورد وخلاص، ونسيبه يهبد على الكيبورد يقول هو عايزه، كل واحد حر في رأيه. بس انا فخور جدا بالناس المشتركة عندي في القناة، ان هي ناس فاهمة واعية وعارفة بتسمع ايه، ولما انا بكون غلطان في حاجة بتحط في الكومنتس وتقول يا نور ركز، يا نور اعمل. المهم، ما بين علي جي اكس وما بين سيد وسيمبا الموضوع اتوهج شوية وولعت الدنيا شوية في الكوميونتي سكشن. قررت ان انا اعمل اول حاجة تكة لسيد وسيمبا. في مفهوم خاطئ معروف عن سيد وسيمبا ان هو فريق سوداني او باند سوداني. هو مش باند سوداني، هم اتنين شباب دوو او ثنائي، سيد وسيمبا وماز مورس. سيد وسيمبا من احسن ميوزك اللي تحب تسمع فيها افرو بيت. سيد وسيمبا اللي هو صديق بيسموه سيدو، وسيمبا طبعا هو بناء على لاين كينج او جات من لاين كينج اللي هو المستكشف. سيدو اللي هو صديق اصلا خريج هندسه معماري، وصديق بدا ان هو يتعرف على ماز مورس اللي هو مازن من هما صغيرين جدا كانوا اصحاب. صديق او سيدو سيمبا كان من هوات اللي هم يكتبوا كتير او بيحبوا يكتبوا كلمات، ولكنه في وقتها وهو صغير ما كانش عنده اي فكرة يعني ايه اغاني ويعني ايه يكتب ليركس ويعني ايه ريثم ويعني ايه ميلودي وكل الكلام ده. والسيدو ما كانش يعرف يعني ايه الاغنية بتتعمل ازاي وبتتكون ازاي، بس كان في ناس عندهم استوديو وكان عندهم ميلودي جاهز وبيت جاهزة وميوزك جاهزة، بس ما عندهمش كلمات. وفي الوقت ده عشان سيدو يقدر يغني معاهم في الاغنية كان مضطر ان هو يكتب، بغض النظر عن ذكر اسماء الخمس شباب او الفريد نفسه ده، مضطر ان هو يكتب ليهم للخمس شباب بارز وليركس عشان بس يقدر يطلع معاهم في الميوزك. المعروف عن سيدو سيمبا ان هو ما بيحبش يستخدم الفاظ خارجه او كلمات غير لائقه في الاغاني بتاعته. ولما تسال سيدو سيمبا ليه ما بيستخدمش الفاظ غير لائقه في اغانيه، رد سيدو سيمبا وقال طبعا لان انت لما يكون الليله امك بتسمع لك ويكون يعني عندك ناس في البيت صغار شايفينك ان انت والله زول فاهم تحيل، يعني انا لما حتلفظ قدامكم في البيت حاجه اتلفظ لكم بصوت اعلى في التلفزيون، فلازم يكون في اصلا قضيه عشان ذاته انت كفنان ما محتاج انه انا يعمل حاجه فيها الفاظ عشان انا الفت نظر ناس. ماز مارس او مازن اتعرف على سيدو سيمبا او صديق وهم صغيرين جدا. لما تسأل مازن ايه اللي يخليك تبقى كونتنت كرييتر او صانع محتوى ناجح، رد وقال اختيارك المحتوى نفسه زائد تطويرك لنفسك، حاول الكواليتي حقك يكون عالي. سيدو سيمبا من محترفين الافرو بيت والافرو ميوزك في الوطن العربي. نبذة بسيطة عن الافرو بيت وازاي بدأت الافرو بيت. الافرو بيت بدأت في الخمسينات والستينات غرب افريقيا، مبدئيا وتحديدا في نيجيريا، وهي مزيج ما بين الميوزك الافريقي التراديشنال التقليدية وما بين الجاز والفونك والبوب ميوزك. النهاردة احنا معانا اغنية تكة، وانا مستني ان انا اسمع الاغنية واشوف الفيديو، خاصة ان الدايركتر ده محمود عشرية اذا بنطق الاسم صح، ومحمود من احسن الدايركترز اللي انا شفتهم لحد دلوقتي في الوطن العربي. عمل ميوزك فيديوز للرابرز والارتستس كتير قوي في الوطن العربي، منهم سولجر تو دوب بوكزي من السعودية وغيرهم كتير. الاغنية كانت فيتشرينج لليل ايزي، واكون صريح معاكو الاغنية مش من احسن اعمال لليل ايزي. لليل ايزي عمل اغاني كتير وعمل ميوزك احسن من كده شوية. مالية فيك لو اش حتصيري ومين حتكوني، مالية فيك زي ما كان لي وانتي مالية عيوني، شوفي كيف حالك حيكون وانتي لحالك بدوني. من واضح ان هو بيوصف حالته او بيوصف اللي حصل بينه وبين حبيبته قبل كده، حصل مشكله بينهم اختلفوا، وهو بيحكي لها وبيقول لها شوفي بقى حالك بعدي هيبقى ازاي. بس هو اذا انتوا بتشوفوا هو المخرج مصور سيدو سيمبا ومصور ماز مارس ان هم حالتهم ووضعهم مين اللي خسران في العلاقه بعد ما سابوا بعض الشاب والشابه. هو مش خسران حاجه، لكن هي اللي خسرت.
طبعا الاغنيه موجهه لكل الشباب ولكل البنات اللي في علاقه رومانسيه بينهم وبين بعض وعندهم مشاكل بينهم وبين بعض، بس في حاله ان في حد ساب التاني. الاغنيه دي بتتكلم للشباب، عايزك تبص للجانب البوزيتيف في الحياه، شوف في بقى انت حالك هيبقى عامل ازاي من غيري. زي ما كنت عليك اليوم علي انت هتهوني، ملك دقه هيدقه هيدقه بعد ما في الا فرقه الا فرقه الا فرقه. لو قلبي ليكي دقه مش هيدق تاني بعد كده لانه انا ما بقتش موجود في حياتك. بعد ما في الا فرقه الا فرقه الا فرقه، هتشوفي زوجتي الجاي هتموتي حرقه حرقه، شوفي بنت تانية جاية في حياتي، انت اللي هتموتي من الحرقة وانت اللي هتموتي من القلق وانت اللي هتموتي من الغيرة. طبعا الرسالة رومانسية، والمخرج محمود موضح لي الموضوع ده ان هو بيحاول يديني اغنية بوزيتيف شوية او حاجة ايجابية للشباب اللي هم بقوا لوحدهم في الوضع الحالي او في الوقت الحالي، حالة رومانسية بس حزينة شوية، بس مش عايز الشباب تبقى حزينة، عايزهم يحسوا بالطاقة الايجابية انه لا مفيش مشكلة ما تقلقوش، حتى لو سابتكم البنت وحتى لو البنت شافت نصيبها في حد تاني او في شخص تاني، انا اللي مش خسران هما اللي خسروا. سيرتي في كل مكان هتحميك المرقة من بين الكل واني ما شافها. صوته مميز جدا وصوته حلو جدا، ناعم جدا ومستحيل تغلط فيه في اي حته في الوطن العربي، لانه من اجمل الاصوات فعلا بالمناسبه للافرو بيت. غيرك انت قمره قصيره جميله والشعر كيرلي. الايزي طبعا معاهم في الفايب، وزي ما انتم شايفين المخرج بيحاول يحط لي اللي هي هم بيلعبوا جولف، بس هو مش قصده ان هم فعلا يلعبوا جولف، هو قاصد ان هو بعد ما حبيبته سابته مش فارقه معاه قوي لان هو ما خسرش حاجه، هي اللي خسرت. بس المخرج شاطر جدا ان هو يحط لي المنظر من فوق على سيدو وحواليهم الكور الجولف، بس هي مش كور جولف، هي تحس ان هي نجوم في السماء متنطوره وهم واقفين منورين في السماء وحواليهم نجوم، منظر حلو جدا. خذت انفاسي وراسي مو ناسي شعوري، يشرح طبعا ان هو فعلا خدت روحي وخدت انفاسي وخدت كل مجهودي وقلبي وحياتي، بس في نفس الوقت بص هو ازاي قاعد مبسوط وبيحاول يوضح لك انه حتى لو ده حصل انا لسه تمام وقاعد في البسين او في حمام السباحة مبسوط. قمرة قصيرة جميلة والشعر كيرلي، لسه بيمدحها ولسه بيقول قد ايه هي حلوه، قمره وحلوه وشعر كيرلي ما شاء الله عليها. خدت انفاسي وراسي مو ناسي شعوري، هتشوفي كيف حياتك حتصير بدوني. خلينا باقي تكه وجاني منك تكه وتكه تكه تكه، يعني تكه اصلا يعني شويه شويه او قطعه او بيس او شويه شويه او دقه او دقه، هما بيستخدموا الكلمه بمعنيين، معنى دقه وتكه شويه شويه. اللي ربطنا يتفكى وما شفت غير عكا وعكا، ماني شخص تشكى ولا كنت انا مع مريض وشكا. أنا عمري ما اشتكيت وعمري ما عملت مشاكل وعمري ما كنت مصدر أذى ليكي، ده أنا بالعكس أنا كنت مصدر راحة ليكي. فالرسالة موجهة لكل الشباب وكل اللي عملوا كده فعلا، لو حصل إنه فعلا البنت ما بقتش موجودة معاك في حياتك ولا يهمك، بص قدامك حياتك قدامك طويلة عريضة زي ما بيقولوا. بابو لازم يتسكى بدوني خلو يتبكى، ما تركت لي أسباب حنتفارق حتى ما حنصير أصحاب. أنا مو شخص انسى والحين راح أبعد أنا وراح أنسى. بيأكدوا لبعض الرسالة حتى لو كان قلبه مجروح ان هي سابته من غير اي اسباب، بس هو بيحاول يتفاخر يقول لنفسه انا شخص ما يتسابش، انا اتساب ليه؟ انا ما اديتلكيش غير كل وفاء وكل حب وكل حنية. والليركس المكتوبة لايقة جدا مع صوته ونبرة صوته الناعمة. انا مو شخص انسى والحين راح ابعد انا وراح انسى. ما تركت لي اسباب حنتفارق حتى ما حنصير اصحاب. انا مو شخص انسى والحين راح ابعد انا وراح. بص قد ايه المخرج جايب لي صورهم وحاطط الفايب بتاعه ان هم قاعدين مبسوطين في الجولف كارت او في السياره بتاعه الجولف اللي بيلعبوا فيها جولف. طبعا هم يعني مش الموضوع ملوش اي علاقه بالجولف، رياضه الجولف، هم بس بيوريك قد ايه هم هيكملوا حياتهم في انبساط وبوزيتيف. راح انساك تاني يكون ليكي حنون وفيه، ثاني
مين تاني في حياتك هيكون وفي وما هيكون هيكون عايز يديكي كل حاجة وما يبغى اشي. يعني بص قد ايه هو كان فعلا بيديها كل حاجة في حياته، كل اللي هي تتمناه، بس في النهاية برضو هي عايزة تشوف حاجة تانية غير الشخص ده. وفي العلاقات الرومانسية ده بيحصل كتير جدا، بس سيدو سيمبا وماز مورس عايزين يوصلوا الرسالة دي للشباب الرجال المحترمين اللي فعلا عملوا كل اللي يقدروا عليه، ولكن شركة حياتهم قررت ان هي تشوف طريقها في مجال تاني. ربطنا يتفكى وما شفت غير عكا وعكا، هتشوفي زوجتي الجاي حتموتي حرقة حرقة. الاثنين ما شاء الله عليهم من احلى الاغاني ومن احلى الاصوات اللي تحب تسمعها. ولو عايز تغير جو وحابب ان انت تطلع من المود اللي انت فيه، اسمع الاغنية وهتلاقي نفسك في مود تاني خالص. وطبعا كل اغانيهم معروفة مطلوبين دايما في الوطن العربي. بابو لازم يتسكى بدون يخلو يتبكى، الافرو بيت ما يكملش غير بحاجتين، يا اما بالساكسفون والانسترومنتال يا اما بالجيتار القديم. الصوره رسمها لي اي نعم انا لوحدي، بس انا قاعد ومبسوط، انا ما خسرتش حاجه، انت اللي خسرتي وانت اللي سبتيني. الميوزك حلوة، الفيديو خطير جدا، ما شاء الله على الدايركتور. بيك شاوت اوت لمحمود، جود جوب. الاغنية عجبتني جدا والفيديو حلو جدا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وزي ما انتم عارفين انا مش خبير في اللهجة السودانية او مش خبير في اللهجة السعودية، انا بحاول على قد ما اقدر، ودايما احب الكومنتس واحب دايما ان انتم تصححوا لي وتقولوا لي ايه رايكم، وسيبوا لي كومنتس وقولوا لي عايزين الاغنية الجاية ايه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو دايما تعملوا سبسكرايب، ودايما تعملوا لايك وشير للفيديو. واتمنى اشوفكم الفيديو الجاي لعلي جي اكس، اشوفكم الفيديو الجاي.